29/11/2013 الرستن. آثار دمار في أحياء مدينة الرستن جراء القصف المتواصل والعنيف من كتيبة الهندسة وتهجير أهالي هذا الحي خارج المدينة بسبب هذا القصف العشوائي والمتواصل. منازل مدمرة وأحياء مهجورة جراء هذا القصف. ونزوح ما تبقى من أهالي هذا الحي هربا من هذا القصف. حسبي الله ونعم الوكيل. تسعة وعشرين إحداش 2013 مدينة الرستن.